كيتمزك كيقول العريضه، كيتمزك على بين المغربي، كيتمزك على بين لوفاش كيقول العريضه في الموسيقى ديالو. فاش خوكم جا دار شي حاجه عاد كتقول له علاش والله خويا ابيت زي والله العظيم الا عندي عزيز وكنتمزك لك شحال هذه 10 سنين دابا 10 سنين انا عارفك عارفك انت يا راكي دايرين الموسيقى ما عارف ولكن حاشاك هاد الشمات اللي كنت اغنيه ويمشي الله يحرق الموال جوج انا ديمكني تعصبت انا بقى فيا الحال باسكو قلت كيفاش هذا غادي انا قال لي راسي ما يمكنش انسان مغربي يقول انا نخلي واحد يقول شي حاجه خايبه على اختنا على خونا فهمني وشوف اخويا الديجي دابا انت انا عارفك انت هي الموسيقى وما على بال اقسم بالله كون كنت معاكم لا غناها وقول له سيري الغليطه هي امك اللي والده قد قد المغرب لا هو لا هو عرفتي سي سي مون فخير هو ظريف وانا ظريف وانت ظريف ولكن بنادم ما يزرطش يبقى يعرف شنو كيف انا شوف انا 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 واحد كيخسر الهضره في الموسيقى كان سانسوريه كان حيد عساك واحد يجي على ديال الشعب ديالي لا خويا بقى فيا الحال فاش قال لك راسك انا كنخلي واحد يجي يقول شي حاجه خايبه على بنات بلادنا كيفاش انا قول لي اخويا هو كيقول توحشت المغربيه يلا فهمها لي شنو هي عنده صح عايش توحشت المغربيه وعلى حساب العريضه نسكن في كار عنده لي زام او عنده لي زام عنده لي زامي في المغرب عنده لي زامي هاك عرفتي في المغرب شحال كيتمزك له انا الاول المغربي كنتمزك له مشيت لعندو الوهران إما أكليك كما تخاص خويا ألا كامل كولو كامل كيعجبنا ولا شوف كبروا بيا الفتنة ما كنحملش احنا كاملين مسلمين نقول لك شي حاجة شوف أخويا حميدة العرب كاملين من واحد ياك أوك سمعني كل شيء تجي لعندي نحطك فوق راسي تجي لعندي نحطك فوق راسي يلا إنسان شوف دابا بنادم متابعاه واحد كليكات البشر يخاصو يبقى يعرف شنو يقول سا سي لي غروب ما خصكش تخلي راسك ما خصكش يفو باس لي سي فير انا غادي نخرج سينا اغنيه عندك يبقى فيه الحال انا غادي نخرج اغنيه خرجها ولكن ما غاديش تعايرو لا ما غادي نعايرو غادي نهضر له سينا على العريضه ايوا لا علاش غدير كوبي كولي العريضه راه ستيل ديالو شي راه شي خمس سنين كيغني على العريضه وشي مليان كنشوف الشعب المغربي الشعب التونسي الشعب الجزائري كيشفح فاش كيتقول العريضه علاش فاش دار موسيقى معايا خويا بيلو دار موسيقى معايا ولينا غادي تجي حميده شنو كتقول على السرحاني؟ خويا الصغير هذاك راه خويا الصغير حيت هو قال لك ارمى ذاك الفيديو راك شفتيه قال لك لا ماشي راجل وكذا شفتو واش انا غادي نمشي فل على صاحبي مع من كلي وكل شيء ما انا ماشي هكا انا ماشي نكا خير حكنا انا وياه دوزنا لي مومون اونسومبل سرحاني واخا هو ضرب طاسه شافني دير فيتوري مع واحد الدري وما عجبوش الحال خويا انا هو غني مع انا كيفاش فهمتيني مع مني بغيت نغني فهمتيني انت خايب ديت حميده انت واعر خليك في الفيديو الموسيقى ما يبقاوش يزطموك شوف مره اخرى اللي بغى يزطمك قول له سيدنا عاط الله على اقسم بالله وحنا الجزائر خاوه خوتنا هذو في مره اخرى كتب هذه الاغنيه والله شديتو التنسن ما خليني خلينا تخسر الهضره ما كنبغيش تخسر الهضره عساك نخلي واحد ما كنبغيش تخسر الهضره في اللايفات معاك من كازا مرحبا صوروا ما كيجيو يتصوروا معايا خير ديتي باش تعرف بنادم مزنزن الله صور هو زام كازا صور
زيكا شوف انا تعشادي نهضر على السرحان ما نكذبش عليك. شوف شوف انا كتشوف فيا دري عيرني عيرني سكر وعيرني غادي ندير لك غادي ندير لك واحد الطلبه ولا ضروري نهضر على لا تواد لي لا خايف في تحميد وما نسبكم ولكن هضر لي على الكلام واش جاوبني راك ساحي انت بعدك كنسمعك الكلام دابا راك ساحي عمري سكرت انا عندي المخ ناموس كان كيما جرو كيدوخ خاصك عند الموسيقى النايت كلاب والو نيد اود لا حشيش لا والو لا هو سي سون ديفو ولكن انا ما نخلي بلا ما دير الفيديو عليه ولا واخا عيرني هذه يومين ولا دير هو دير بوستر فانتيش كون هذا ما تنصرش لا وا باش تعرفوا دير تحميد قلبو بيض شوف مسكين ها شوف واخا هو خويا ما ديرلوش داكشي والله عرفتي علاش علاش في واحد الوقت عمرت معاه ضحكت معاه غير هو ما عجبوش الحال داير فيتشر مع انس مع من بغيت وعندي الكاسكاد ديت شي عاي ودير دير اصاحبي دير دير شوهتينا اصاحبي شوهتينا اصاحبي والله ما شوهتك ديتي انت راك ضارب في الراس انا ما عجبتنيش الاغاني قلت كيفاش بالزيكا صاحبنا دخل في دماغه انا نخلي واحد قص على الشعب ديالي فهم ولا ام كي كان كيما كان كوموندي شوف اخويا ديتي حميده ما راه الشعب كامل ما عجبتهاش داك الكلام باش نكونوا متفاهمين لا على الشعب الشعب كامل الا ما كوا ما الا ما لانتربريتي زيد واخا ما فهمتيني لانتربريتاسيون ماشي هي هذيك بالزيكا انا ما نخليش انا واحد كيحصل الهضره في الموسيقى ديالي كيقول له راه الواليد راه كيتصنت لي في التليفون ديالو خويا حيد ما تشوف لا بنات لا شي حاجه لا شي اروح عساك انا نخلي واحد شوف اخويا حميد شوف هو الاصدقاء ديالو في المغرب وعنده فن عنده لي فان عرفتي شحال لي فان عنده في المغرب انا مغربي وفان ديالو حتى انا فان ديالو كيعجبني ولا اني راه هو اقسم بالله سمعنا اخويا ديجي راه كيسمع حتى هو راه شنو الفيديو راه والله ما اخر وحتى انا غادي نغني ديسك غادي واخا ما كنغنيش غادي نخرج ديسك على العريضه ونمشي نعيش معاها بعنابه وناكل العيد العريضه راه العريضه راه دوس ليماج ديالو انت خصك دير شي حاجه بس ما ديرش كوبي كولي فهمتيني لا حتى غادي نغني على العرض وصافي ايوا شنو نقول لك وعافاك بالنسبه للسرحاني خلي الدري مسكين والله اخي ما عيرني هادي يومين وسكار وعيرني معليش كان سكران ايوا شنو والله خايف اسمعني والله خايف دير جي حميده اقسم بالله الا عمري سكرت في حياتي الا عندي المخ اقسم بالله حالي بحالك ولكن دري هادي عامين درنا الديس اونسومبل خمس سنين شي دائما كنخدم معاه بحال خويا الصغير ما عجباتوش هذيك انا درت داير فيتشرينغ مع انس ما عجبوش الحال يعيط لي يا احمد راه ما عجبنيش الحال راني مدابز مع هذاك شتك معاه ما ديرهاش الصوره فهمتيني بقى فيا الحال عيط لي لا غد لي عيط لي قال لي سمح لي اخويا سمح لي قال لي ديك فرنسا سمح لي شنو غادي نقول له اخويا دابا هذا الشيء كيقول لك صاحب في الحرفه عدو فهمتي هذا الشيء ضروري يكون وانا هيك ركبت الموجه اخويا واش فهمتي انا عندي التسكيك انا نخدم مع اللي مع من بغض مع من فهمتيني ماشي هو اللي غادي يقول لي لا ما تخدمش مع هذاك هو بعد مرات كنشوفو كيخدم مع شي دراري ما كنحملوش مش با بوغ اوتو كنقول له كنعيطو كنقول له ما تخدمش مع هذاك ولا غادي نمشي نعيط في الستوري ديالك شوما اخويا دي جي حميد اسمعني عاوتاني نهضروا بالمفيد ونهضروا للمنطق راه لي كومونتير كاملين لي كومونتير كاملين اللي في الفيديو رجع قراهم بالاغنيه اللي درت راه دابا في طوندونس
راه يمكن هي الرابعه ولا هي الخامسه. راه طوندونس في راه طوندونس في 11 لي بي 11 بي. والله الا كلشي كيقول لك حميده حيد هذه الاغنيه. درتيها بلاشين ديالك ياك؟ لابد انا البروديكتور انا اللي سي موا كي في تو خويا. والله الا كلشي كيقول لك حيده خيا حميد. علاش بالله علاش داك الهضره هذاك ما عجبتش المغاربه؟ انا علاش ما عجباش المغاربه؟ انا بعدا ما عجبتنيش. قول لي العريضه علاش العريضه تكون بالدار البيضاء؟ كتمزك له انت انت نيت كتمزك له العريضه فمانيش كيما بكري ناناني ليلى هدى هدى الفاسيه شوان حشوه ها انت حصلتي ولا لا ماشي كيستي حصلت ولاني باش عاوتاني باش حصلت لا اسمعني عبر حصلتي ولا مالي راني كنشفر لك العينب اسمعني لا ماشي كتشفر لي العينب غير اصاحبي صدمت فاش الناس ولا انت دخلتي في دماغك نخلي واحد يخسر الهضره شوف انا خسرت الهضره معاه هو ما عجبنيش ذاك المصطلح ديال علاش علاش اجا ديتي حميده علاش ما طاحتش عليك ملي تعطيوك الاغنيه قلتي له علاش ما ديرش الوهرانيه ولا قال وهرانيه قال قال وهرانيه قال الجي قال عنابه لو ما قالش العريضه علاش قال العريضه نسكن في عنابه قال العريضه نسكن في كازا دار البيضاء ايش لا 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 شتي دابا ابو الدم كيقولها العريضه كاملين كيعجبنا العرض ولا اني باش واحد واش حنا عمر اجي عمر شفتي شي مغني ديالنا قال العريضه في الجزائر ولا ما عرفتش هو ماشي سوقي خويا ماشي سوقي انا ما كنديهاش للناس كندير غير في خدمتي قاعد داينها في خدمتنا وشوف الله يسهل عليك اخويا حميد ايوا خويا شوف راني في راسك راه المغرب غادي يودن غادي صليت هلا في راسك شكرا اخويا حميده وتبارك الله عليك وتحياتي ليك وراه الميساج المهم وصل له غادي نعاودها غادي والله ما سمعتك ما نخلي حتى واحد اي 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 يدير شي هضره ناقصه على الشعب ديالي كما كان راك تما هادشي هادشي بلا ما نقولوا لك انا ولا شي واحد وعافاك هذاك ايمن خلي افتقار خونا هذاك معليش كلينا شربنا يبعدنا خاطينا منه ما على بالناش به والله ما على دراري طلعوا فروسكم شوف ما هنا شي 15 يوم الالبوم جديد غادي يخرج ودابا تسمع شلوح صافي نسمعوا ان شاء الله ان شاء الله الشعبي سواسه ودابا غادي تقول هذا شوف قلنا وانت راك راجل ونص اخويا دابا انت راك بحال خاي احنا مغاربه انا قلت لك نموت عليك ولاني باش واحد يخورنا باغنيه بلا ما خورتي انا بعدا جاتني تخويره قلت انا رديت وستر لا والله الا انا ما بقتش عندي لا سيت لا موفيز اتونسيون صح خويا هادي موفيز هادي موفيز اتونسيون ايكوت شو ماروكان الله الوطن الملك الملك الله الوطن الملك كنموت عليها وتلموت تلموت فوالا المهم اللي في راسك الله صلى خويا حميده ونشوفوا الله يسهل عليك يخصك لي هنا شكرا شكرا الله يسهل عليك السلام عليكم السلام عليكم